فريق تنقيبي مؤلف من أساتذة وطلاب من كلية العلوم الإنسانية في جامعة السليمانية تمكنوا من اكتشاف موقع أثري قديم يعود لأكثر من 3500 عام لأقوام كانوا يعيشون في المدينة. اكتشاف أثري مهم سيغير تاريخ السليمانية. منذ 2017 حصلنا على رخصة من قبل دائرة آثار سليمانية ومديرية العامة للآثار وبدأنا بالتنقيب. وكانت السنوات الأولى صعبة جدا لأن كان في تراب ويعني إزالة التراب وظهرت بعض البوادر العمرانية، ولكن كنا يعني في حيرة هل وظيفة البناء هل كانت مكان لكارفان سراي القوافل أو بيوت أو معبد أو قصر، كان ما عندنا فكرة بصراحة لأنه كانت الغرف فقط طلعت. ولكن في 2021 طلعت في الجانب الآخر، اكتشفنا قاعة العرش، وبعد قياسات الطابق ودراسة البناية بدأت القاعة كبيرة، قاعة العرش طلعت، وقارنا قياسات الطابق والتخطيط كانت لها مشابهات في الأماكن الأخرى قريبة من هنا، وحتى بلاد رافدين في شمال في منطقة جزيرة في كردستان سوريا. 7 أعوام من البحث والتنقيب استطاع فريق التنقيب من اكتشاف قصر أثري يعود إلى الشعب اللالوبي ويحوي القصر على معالم حضارية ودينية. القصر يحتوي على قاعة العرش وغرف غصن الطعام وألواح مكتوب عليها بالخط المسماري وفيها نصوص دينية واقتصادية، وكذلك تم العثور على أختام سياسية ودينية في الموقع. اكتشفنا نصوص دينية، واحد منها معلقة في جدران هذه في جدار هذه الغرفة في الجدار الشرقي، والسطر الأول دعاء لهذا القصر يعني لكي يكون منورا هكذا يعني التعبير، ونص كامل ديني في حتى مدبب في الرأس وفي فتحة للتعليق، واكتشفناه على الجدار عندما أحرقت القصر، يعني الخيط أحرقت وظلت على الجدار، واكتشفنا نصوص دينية هذا النص الديني، وكذلك نصوص اقتصادية في غرفة المطبخ والمخزن، ويعني كسر من النصوص، واكتشفنا أختام إسطوانية، بعض من الأختام الإسطوانية ذات الطراز ميتاني العصر الخوري الميتاني القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وطبعات أختام كاشية ولولوبية كذلك. هذا الاسم اسم لولوبي، اللولوبيين هم شعب قديم جدا يعني مثل السومريين بالجنوب، وهم يعني بالجنوب وهم يعني أقدم شعوب معروفة في منطقة سليمانية ما بين نهر ديال السيروان وزاب الصغير. اللولوبيين ظهروا في بداية الألف الثاني واستمروا إلى سقوط الدولة العشرية وهم مذكورين في هذه المنطقة، حتى عاشر ناصر الثالث الثاني يعني سوى عدة حملات عسكرية عندما هم لم يخضعوا للسيطرة الآشورية في هذه الفترة. ولكن الفترة اللي احنا في الألف الثاني قبل الميلاد كان فيه سيطرة قوة الشعوب الزاكروسية على كل بلاد الرافدين، الكاشين من منطقة قرميان وديالة نزلوا وحكموا بلاد الرافدين ل400 سنة، والميتانيين من منطقة كركوك إلى بحر المتوسط حكموا هذه المنطقة، وكان اللولوبيين عندهم يعني حرية وبنوا قصر في المكان قرب نهر سيرتشنار داخل مدينة السليمانية. وهذا القصر مهم جدا لأن الموقع الجغرافي للقصر قريب من نهر سيرتشنار، ومن جانب الغربي جدول ماء أخرى ومستمر لحد الآن يعني نهر جدول فيه كذلك كهاريج وينابيع أخرى، يعني منطقة مثل جزيرة اختاروا. وتشير المصادر التاريخية إلى أن اسم اللالوبيين باللغة الأكادية لالوبي جاء في النصوص المسمارية، هم مجموعة من القبائل القديمة التي كانت تسكن خلال الألف الثالث قبل الميلاد في منطقة كانت تعرف باسم لالوبوم، وتقع في المنطقة ما بين جبال زاغروس وما بين محافظة سليمانية. وقد أشارت الألواح القديمة إلى أن بلاد ما بين النهرين
إلى أن هؤلاء الناس الذين يقطنون الجبال هم يعرفون بالبرابرة. من السليمانية، مخلد محمد، قناة دجلة الفضائية،